يعني نقدر نقول اليوم الحزم ما ظهر بالصورة الجيدة، يمكن شفناه فترات من المباراة كان متواجد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك لفريق الشباب وهارد لك. أنه الصراحة اليوم كلياتنا كنا ما بالفورمة والأخطاء نفسها عم تتكرر، وإن شاء الله نقدر نعوض بالمباريات الجاية. غياب الميدا، غياب محمد الصيعري، يمكن من قبل المباراة الكابتن يتكلم أنه راح يأثر على الفريق، اتضح غيابهم اليوم يوسف؟ أكيد أثر غيابهم، بس هذا ما يعني الفريق بيوقف على لاعب أو لاعبين. كلياتنا ما كنا بيومنا، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ومبروك لفريق الشباب، قدم مباراة حلوة، وما بعرف الصراحة شو يلي صار. يعني اليوم كلياتنا برا الفورما، في تعب، في إرهاق، شو السبب؟ والله ما بعرف. يمكن انت سبقتني بالسؤال، انا كنت حسألك ليش خسر اليوم الحزم من مباراة الرائد، هذه ثاني خسارة على التوالي، مو مفترض انه يكون اليوم شوية التركيز يكون اعلى اليوم بعد خسارة الرائد وقبلها كان فوز من الهلال، اتوقع الكل انها راح تكون يعني انطلاقة للحزم. صح، هي النقاط اللي عم بيقلنا عليها المدرب نفسه عم نرجع نغلط فيها، هي الاخطاء الدفاعية. يعني اليوم شفت هي مو اخطاء كخط دفاع، اخطاء كمجمل فريق دفاعيا، يعني عم نكون ما لنا بالفورما، واليوم بالذات في تعب لكل الفريق، يعني ما بعرف شو هو السبب. يعطيك العافيه، راجع المنتخب الان وانت؟ ايوه هلا بعد المباراه. يعطيك العافيه، شكرا.